واحنا طبعا بنكمل مسيرة اجدادنا وبنحافظ على تراثنا وبنحافظ على مياه نهر النيل، ومش هنسيب طبعا حقنا في نهر النيل. وارجو ان شاء الله ان المشكلة بتاعت سد النهضة تتحل سلميا وتتحل بعقلانية وتتحل بحقوق ثابتة تاريخية حقنا احنا فيها مثبتة تاريخيا في كل المسندات وفي الأوراق الرسمية والمعاهدات اللي حصلت عبر التاريخ عبر آلاف السنين. هو طبعا الرسالة التاريخية بتتأصل النهاردة، ادي الورق اهو والمسندات اهو والخرائط اهي والمعاهدات اهي والاتفاقيات اهي. في اتفاقيات حتى ايام الاستعمار كان بيمثلوا مصر فيها المستعمر عندنا احنا والمستعمر عندهم، كانوا بيقعدوا مع بعض يتفقوا. دي كلها وثائق تاريخية موجودة. النهارده بيغيروا الوثائق دي وعايزين يغيروها، احنا بنقول لا، احنا حقنا التاريخي موجود ومش هنتنازل عنه طبعا، لانه ده خط احمر ما فيش هزار. واخد بالك؟ هم عايزين يعملوا كهرباء يعملوا كهرباء، لكن احنا لينا مطالب ان يجي لنا كميه حصتنا السنويه بتاعت اللي هي متفق عليها عبر التاريخ مش هنتنازل عنها. انا ارجو ان شاء الله ان تحل الموضوع حلا سلميا محترم بين الدول، وتتدخل الدول الافريقيه اللي جت النهارده واللي ما جتش النهارده يتدخلوا بثقه لهم ويحلوا الموضوع. ويعني احنا جيران، شعب الاثيوبي احنا بنحبه وبيحبنا وفي مصالح مشتركه بيننا، والمفروض ان القياده السياسيه عندهم تتفهم ده، والقياده السياسيه عندنا متفهمه الكلام دهون، واحنا بنتعامل مع بعض باحترام الى هذه اللحظه عشان يعني نتعاون في مزيد من التعاون في المستقبل ان شاء الله.